سفن، طائرات، آلاف من البشر اختفوا داخل منطقة جغرافية على شكل مثلث. روايات عن مخلوقات فضائية، سفر عبر الزمن، ووحوش اسطورية بتتعلق بهذا المكان. اسم اول ما بنسمعه بنخاف تشكيل من الرعب بدماغنا، مثلث برمودا او مثلث الشيطان باسمه الاخر. بيقع بين فلوريدا الامريكية وبرمودا بورتوريكا، شكله منطقة جغرافية على شكل مثلث بين كل منطقة 1500 كيلومتر متساوي بالمتر الواحد. وسبب ارتباط هذا المثلث بحوادث الاختفاء اللي بنسمع عنها، وهل بالفعل في كائنات فضائية وسفر عبر الزمن؟ بهذا الفيديو رح نشرح كل شيء بالتفصيل، خليكم معنا. بداية خلينا نرجع بالزمن الى عام 1492 للرحال الامريكي كريستوف كولومبوس. اكتشف القارة الامريكية، مو هو اكتشفها ولكن الصحف هيك بتحكي. لما وصل كريستوف كولومبوس الى اقرب منطقة من مثلث برمودا او باسمه الاخر مثلث الشيطان، لاحظ شيء غريب وتحركات غريبة في البوصلة تبعيته، ولكن لم يتم اكتشاف المثلث بهذاك الوقت. احنا نتقدم في الزمن الى عام 1840، يعني بعد 400 سنة. الحادثة رح تخلي كل من سمعه يخاف من هذا المثلث الشيطاني الغريب. حادثة تعتبر بداية لكل شيء عمله هذا المثلث الشيطاني، مثلث برمودا. في عام 1840 تمر احد السفن الفرنسية واللي اسمها سفينة روزالي، بشكل طبيعي ولا كأنه في اي شيء عم تعدي من المثلث، ولكن اثناء عبورها من المثلث اختفي فجأة بدون سابق انذار. الصدمة مو هون، الصدمة انه بعد اختفائها باربعة اشهر عثروا عليها خارج مثلث الشيطان او مثلث برمودا، وكانت السفينة بحالة جيدة ولكن ما كان في احد داخلها. السفينة كانت بحال جيدة ولكن الركاب والطاقم اللي داخله مختفين تماما. هذه كانت بداية فتك مثلث برمودا بالبشر وبداية الشعلة. خلونا نتقدم شوي واحكي لكم قصة سفينة ماري سيلست عام 1872. الشيء اللي بميز هذه السفينة انه تركوا رسالة قبل ما يختفوا، خلونا احكي لكم عنها. في عام 1872 تمر احد السفن واللي هي سفينة ماري، كانت في قيادة احسن وامهر القباطنة اللي بهذاك الوقت. اختفت السفينة بدون ما يدري احد، بدون سابق انذار، ولكن اجت رسالة قبل ان تختفي. الرسالة كانت على الشكل الاتي: طقس جميل ونحن بحالة جيدة، لا داعي للقلق. هذه الرسالة اللي وصلت وبعدها اختفت تماما عن الوجود. بدأ العالم او بالتحديد امريكا اخذ مثلث برمودا او مثلث الشيطان على محمل الجد بعد حالة الاختفاء سفينة يو اس اس سايكلوباس. تعتبر حالة الاختفاء هذه الأكثر خسارة للبشرية في مثلث برمودا. اختفى أكثر من 300 شخص داخل هذه السفينة دون أن يدري أحد. بعد هذه حالة الاختفاء بدأ العالم ياخذ مثلث الشيطان على محمل الجد. لحد يومنا هذا ما في أي تفسير منطقي عن كل الحوادث اللي ذكروا عن الاختفاء اللي صار. نظريات متقلبة كثير، من اللي حكى سفر عبر الزمن، ومن اللي حكى وحوش بحرية اسطورية، ومين اللي حكى فضائيين. شيء اللي خلى العالم يدخل في حالة هلع ورعب هي حادثة الاختفاء رحلة 19. 5 طائرات حربية للبحرية الامريكية كانوا رايحين بنشاط تدريبي عادي جدا ولكن ما رجعوا. تلوها طائر راحت لحتى تشوف وين هني، كمان هذه الطائرة ما ترجع. الصدمة انه تم تفسير حالات الاختفاء هذه للخمس طائرات انهم بعتوهم على المريخ، حطوا هذا السبب بسبب املاء السجن. ما كانوا عم بيعرفوا خطورة مثلث الشيطان هذا. احد الاساطير والاسباب اللي بنسبوها لمثلث الشيطان هي اهرامات اتلانتس الضائعة. مثل ما بتعرفوا انه المثلث صاير في البحر الاطلسي، وبيحكوا انه بهذاك المكان موجودة مدينة اتلانتس الضائعة وكان فيها اهرامات. هذه الاهرامات هي عم بتخلي السفن والطائرات اللي تعدي من فوقها تختفي وتسافر عبر الزمن لمكان بنجهله تمام. هذه احدى التفسيرات اللي بياخذوها البشر على محمل الجد وبقولوا انه هذا الشيء اللي عم بيصير. ناس تاني بتحكي سفر عبر الزمن. تفسير العلماء لحد الان لهذا الشيء اختفاء الطائرات واختفاء السفن وغاز الميثان. هذا الغاز بتواجد بكثرة بمثلث برمودا، بيحكوا انه المياه الهنيك الميثان موجود بكثرة هنيك، وكثافة غاز الميثان اقل من كثافة المي، فبالتالي السفن بتغرق. طبعا العلماء فسروا نفس الشيء على الطائرات وحكوا انه غاز الميثان بتصعد بكثرة لفوق على السماء، فبتصير كثافة الهواء اقل من غاز الميثان ومحركات الطائرات بتفجر. طبعا هذا كان تفسير العلماء حول الشيء اللي عم بيصير في مثلث برمودا، ولسه في كثير تفاصيل حول هذا المثلث وراح نحكيها كلها في الجزء الثاني. هيك مضطر انهي الفيديو هون، اذكركم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات اول ما انزل الفيديو راح يصلكم اشعار وبس.